أي أن أقل خطأ أقل خطأ يؤدي به إلى كارثة. ننتقل إلى المستوى الفلسفي. هذه القصة هي قصة فلسفية بالدرجة الأولى، هي قصة تتعلق بالطبيعة وما هو خارق للطبيعة، هو بين كأن الحلم وبين الواقع. عدة مرات رأينا شخص يتعرض لحادث ويقول كأني في حلم، هل يعني لماذا كان هذا لا مجال لأن يحدث هذا الخطأ وقد حصل. وهذا وهناك أشخاص يقولون كأنني في حلم، أي لم يعودوا يعرفوا هل هم في حلم لا ينتهي ويترجون انتهاء هذا الحلم، أي أن الحلم يختلط بالواقع. وهذه القصة هي تتعلق بموضوع معين في الفلسفة، هو apparence et réalité، الظاهر والباطن، الظاهر وباطن الأشياء، الظاهر والجوهر. يعني الظاهر يتعلق بما قاله حرفيا الكاتب، قاله في هذه القصة، ربما أنت تخلط بين الواقع والإلوجن، بين الواقع والخيال، بين الواقع والشيء الخارق، بين الظاهر والباطن.